زعلانين عليه. هذا رأيي أنا اللي شفته. يقولون هكذا أنه الكابتن حمزة كأنه يغازل اتحاد كرة القدم أو يغازل المؤسسة. شغازي يعني أنا عدنان درجال ما شايف الرجال. كابتن عدنان هكذا هكذا سمعت أنه التصريح كأنه غير واقعي. لا ملتقي بعضو إدارة ولا رايح للاتحاد. نعم. ولا متصل بكابتن عدنان ولا أغازل ولا أريد أي شيء. بالعكس هي مو قصة مغازلة أنا من أتكلم بالحقيقة. نعم. يعني ليش واحد يزعل من الحق؟ يعني هو مثلا يقول لي أنا هسه يتهمني مثل ما في الفترات السابقة مثلا كنا مثلا نتكلم يقول لك يريد يتكلم على هذا الجانب حتى في سبيل ذاك الجانب يطيه، وهم كانوا أساسا يعملون مع الجانب الآخر مو مع جانب عدنان درجال. نعم. أنا من أتكلم بالحق، أتكلم حقيقة. نعم. أنا شوف كابتن قبل يعني بعد الاعتزال اشتغلت في المجال الإداري. نعم. مروا كثير من المدربين شفتهم. نفس يعني يجي أكو مدرب المدرب كسول أكو واحد المدرب أكو واحد من المدربين ينام. أقسم لك بالله أكو مدربين يعني بقوا على نفس العقلية وعلى نفس النمط مالتهم. وليش؟ لأن عنده خيارات هواية يقدر يروح، اللي مو مثل اليوم إذا المدرب طلع ما يقدر يروح يدرب غير نادي.